هتكلم عن اول درس ان شاء الله في اللغة العربية الوحدة الاولى، وهو درس حقوق الطفل. الدرس ان شاء الله طبعا ده عشان درس قراءة، كل تقرؤوه باذن الله من كتاب المدرسة او الكتاب الخارجي، وانا هشرح النقط المهمة فيه طبعا بدون قراءة الدرس عشان اول حاجة هتكلم فيها في الدرس ده اول حاجة عن افكاره. مضمون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المضمون اللي كان بيقوله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ثاني فكرة، السبب في إصدار الإعلان العالمي لحقوق الطفل. ثالث حاجة، أهم مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الطفل. رابع حاجة، إصدار ميثاق حقوق الطفل العربي وإنشاء منظمة عربية للطفولة. خامس حاجة، الهدف الأسمى لميثاق الطفل العربي. بدل ما نقرأ الدرس ونستهلك وقته وكده هبقى اصلا بقوله بسرعة عشان الوقت الفيديو، انا هقول ملخص الدرس فيه سؤال وجواب. هنقول ان شاء الله كم سؤال؟ هنقول 11 سؤال، وان شاء الله كده هيبقوا تضمنوا اهم اصلا النقط، لان الدرس اغلبه اصلا متكون من سؤال وجواب اصلا، ده الدرس عموما. فهنبدأ ناخد الأسئلة. متى أصدرت هيئة الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟ أصدرته عقب الحرب العالمية الثانية. اذكر أمثال الحقوق الاجتماعية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: العمل وعدم التمييز في الأجر والراحة وقضاء أوقات الفراغ والمستوى المعيشي الذي يحقق الرفاهية. ثم السؤال، إلى ما وجه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اهتمامه؟ إلى حق التعليم وتلقي التربية التي تنمي شخصية الفرد وتهدف إلى تعزيز احترام الإنسان وتنمية التفاهم والتسامح بين جميع الشعوب. السؤال الرابع، لماذا رأى المهتمون بشؤون الطفل أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مقصر في حق الطفل؟ لأن أغلب مواده اتجهت إلى الاهتمام بحقوق الكبار ولم يرد فيه بشأن الطفل سوى فقرة واحدة. السؤال رقم 5، رأى الدارسون لحقوق الطفل أن للطفل حقوقا فردية أساسية، وضح ذلك حقه في الحياة وفي أن ينعم بطفولته. السؤال السادس، متى صدر الإعلان العالمي لحقوق الطفل ولماذا؟ صدر في 20/11/1959 اعترافا بحاجات الطفل المادية والحيوية في التغذية والتربية، العاطفية للأمان والحنان في النمو واكتشاف العالم وتأكيد ذاته. السؤال السابع، اذكر أهم المبادئ التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الطفل. أول حاجة، استماع الطفل بوقاية خاصة وإتاحة له وإتاحة الوسائل له لكي ينشأ نشأة طبيعية بدنيا وروحيا واجتماعيا. ثاني حاجة، تهيئة البيئة المناسبة له لينمو في صحة وعافية، ولذلك تنبغي العناية به وبأمه قبل الولادة وبعدها، وإعطاء الحق في التغذية الكافية والمأوى والرياضة والعناية الطبية. ثالث حاجة، إعطاء الحق في أن يعرف باسمه بجنسية معينة منذ ولادته. رابع حاجة، تنشئة الطفل في جو من المحبة والتفاهم لتكون له شخصية سوية، وتنشئته تحت رعاية والديه في جو من الحنان والعطف ليتحقق له الأمان والاستقرار. خامس حاجة، ضمان وقاية الطفل من كل أنواع الإهمال والقسوة والاستغلال. السؤال الثامن، علل إصدار الدول العربية ميثاق حقوق الطفل العربي انطلاقا من عقيدتها ومن حقيقة أن وطنها هو مهد الديانات وموطن الحضارات والثقافات ذات القيم الإنسانية السامية التي كرمت الإنسان. السؤال التاسع، ما أهم الحقوق التي ما أهم الحقوق التي تضمنها ميثاق حقوق الطفل العربي؟ أول حاجة، حق الطفل في الرعاية والتنشئة الأسرية القائمة على الاستقرار والنشأة في صحة وعافية. تاني حاجة، حقه في التعليم المجاني والتربية في مرحلتي ما قبل المدرسة والتعليم الأساسي كحد أدنى. حقه في التنشئة على التفكير العلمي والموضوعي وحسن استثمار أوقات الفراغ. رابع حاجة، حقه في الترفيه عن نفسه باللعب والرياضة والقراءة. السؤال العاشر، ماذا قررت الدول العربية لتحقيق بنود ميثاق الطفل العربي ولماذا؟ أول حاجة، قررت إنشاء منظمة عربية للطفولة. ليه؟ لتقوم بتنسيق الجهود العربية في مجال تنمية الطفولة ورعايتها. تاني حاجة، عملوها إنشاء صندوق عربي. ليه؟ لتكون موارده في خدمة الطفل العربي. في الدرس كمان بتاعنا مواطن جميل، رغم إنه درس
القراءة مش لازم عشان يكون النصوص يبقى فيه مواطن جمال. عندي موطنين جمال، أول موطن وطنها هو مهد الديانات، تصميم للوطن بمهد المولود الذي يوضع فيه عند ولادته، وتصوير للديانات عند نزولها بالمولود الجديد. طيب تاني موطن تتجسد فيهم صورة المستقبل المأمول، تصوير المستقبل بشيء مادي له صورة. طيب ايه الدروس المستفادة من الدرس بتاعنا ده؟ اول حاجة مستفادة منه اهمية مرحلة الطفولة في بناء شخصية الانسان، يعني عشان الانسان ينشأ نشأة صحيحة بدنيا مثلا، عشان الانسان يطلع ببنيانه قوي وجسمه كويس لازم طبعا يكون واكل من وهو صغير. طيب برضو العلاقة النفسية بتاعته والعلاقات الاجتماعية بتنشأ من الغريزة اللي وضعها والديه فيه وهو صغير. كمان التربية الدينية برضو لما يتربى على الدين وهو صغير برضو بيطلع عنده ثقافة دينية لما يكبر. يعني مرحلة الطفولة مرحلة مهمة جدا عشان بناء شخصية الإنسان. طيب تاني حاجة وجوب رعاية الآباء للأبناء منذ الصغر، لازم الآباء يهتموا بالأبناء في مرحلة الصغر أكتر من مرحلة لما بيكبروا، لأن المرحلة وهم الأطفال صغيرين بيترتب عليها مرحلة البلوغ. تمام؟ تالت حاجة الوطن العربي موطن للديانات والحضارات التي كرمت الإنسان. رابع حاجة وجوب تنشئة الطفل على التفكير العلمي والموضوعي، لازم الطفل ينشأ على التفكير مش الحفظ، لا لازم التفكير، التفكير بيثبت كل حاجة بمبادئها الصحيحة. خامس حاجة الاهتمام بحقوق الطفل ينعكس على نمو شخصيتهم وإبراز مواهبهم، كل ما بتهتم بالطفل وهو صغير بتكتشف فيه مواهب ما بتكتشفش غير بالاهتمام. وبكده نكون انتهينا من الدرس، لكن ما انتهيناش طبعا من جزء الأسئلة. احنا عندنا فقرة اهيت وهناخد فقرة ثانية بس بعد الفقرة دي. الفقرة بتقول أبرز الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عن هيئة الأمم المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية حقوقا اجتماعية مثل حق العمل وغيره، طبعا إلى تكملة الفقرة. السؤال بيقول ماذا صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما الجهة التي أصدرته؟ صدر عقب الحرب العالمية الثانية، يعني مثلا يجي لك مثلا صح وغلط كده عشان يغلطك وانت متسرع في حل الأسئلة أو حاجة. صدر عقب الحرب العالمية الأولى صح ولا غلط؟ أكيد غلط، صدر عقب الحرب العالمية الثانية وأصدرته هيئة الأمم المتحدة. طيب أسئلة ثانية، مرادف أبرز ومضاد عقب ومفرد الأمم. مرادف أبرز أظهر وأوضح، مضاد عقب قبل، مفرد الأمم الأمة. ناخد بقى الفقرة الثانية، بتقول إيه الفقرة؟ لكن لم يأتي ذكر واضح مصاريح للطفولة إلا في فقرة واحدة تقول إن الأمومة والطفولة الحق في رعاية خاصة وينعم كل الأطفال بالحماية الاجتماعية نفسها. باقي الفقرة طبعا متكملة في الكلام عندكم. طيب السؤال بقى بيقول متى صدر الإعلان العالمي لحقوق الطفل ولماذا؟ صدر في 20/11/1959. اعترف ان حاجات الطفل المادية والحيوية في التغذية والتربية، وحاجته العاطفية الأمن والحنان، وحاجته في النمو وتأكيد ذاته. طيب مرادف رعاية عناية وحماية، مضاد خاصة عامة، مفرد الأطفال الطفل. وبكده يكون انتهى الدرس معانا، مع نفهم نتعلم ببساطة، وإن شاء الله أقابلكم في دروس تانية كتير.